تعتبر المساهمات والمبادرات التي يقوم بها بعض الفاعلين الاقتصاديين من أبناء الوطن دعماً حقيقياً لجهود الحكومة الساعية إلى ازدهار وتقدم الاقتصاد الوطني. حول هذه المبادرات نتابع هذا التقرير الذي عده زميل آدم حسن المكاوي حول المؤسسة الوطنية شيري لإنتاج الدواجن ومشتقاته. إن مجموعة وادي كندي اتسعت آفاق رؤاها من أجل مصاحبة الحكومة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية والبطالة المتفشية بين أوساط الشباب. ومن أبرز المشاريع التنموية التي تتبناها مجموعة وادي كندي مؤسسة شيري لتربية الدواجن، هذا المشروع الحيوي الذي يزود العاصمة أنجمنا بمنتجات الدواجن ومشتقاتها، حيث تقوم مؤسسة شيري بإنتاج 800 طبق من البيض يوميا لتوزيعها داخل العاصمة أنجمنا، حيث تمر مراحل الإنتاج بخطوات فنية جد دقيقة وهي تساهم في تقدم الاقتصاد الوطني. الحمد لله الفكرة جانا ده، قلنا حلها نحن أي وقت يعني نشوف الشنوكة نسوزير نجيبوا شركة جروب وادي كندي، قلنا حلين نجيبوا حنال دواجن، قلنا حنال دواجن ده يغطي معنا كيف. أول جبنا دواجن حق اللحم، هلا حنال اللحم ده جبنا نكون بدينا بيع، بعد جبنا حنال البيت. الحمد لله هسه ماشينا دي، لأن ماشينا دي شنو البيت يعني الحمام حق كونتسيون حق ده شيء قاسي، البيت ده الجدار كما أكل ما بيجيب بيت، الياكل ده شغل يدور كتير، تجيب برودي من برا كتير ومن جوا كتير، من جوا ده مثلا مصر كمبود ريس كمبود أنا فول ومثل كوكيا وميلا، برا ده تجيب ميتنين كونسنتري أنتي توكسيد، يعني حاجات كتير تجيب من برا، لأن من برا ده تلومة يقدر للشغل يبقى للألف ده كله طول ما يبقى للجداد يعني إنتاج. كما أن مجموعة وادي كندي وفرت جميع الاحتياجات الضرورية واللازمة من أجل إنتاج جيد للدواجن. كونسنتريرا 50 كيلو ديسبيرا نسبو ده أنا جداد دواج ده 7 كيلو وأنتي توكسين ده 2 كيلو ميلة 2 كيلو واللايزين ده كله 2 ونص كان جداد دوقك أنا كبار كمان دري بشك ده أنا جداد دوقك عليهم جاينا ركو ومصر كله عندنا 590 540 أنا جداد دوقك ده في كيلو كان يسبو. هذا وقد أكد مدير الإنتاج بشركة شيري للدواجن بأن الرعاية والمتابعة الصحية تسير بشكل جيد وممتاز. الحمد لله جينا مزرعة شيري لمنتجات الدواجن ولقينا بدأت العملية الإنتاجية قبلينا بسنة والحمد لله الأمور ماشية على قدم وساق. الآن لدينا حظيرة واحدة تعمل بطاقة إنتاجية حوالي 800 طبق في اليوم، والحظيرة الثانية إن شاء الله شهرين لقدام لو ربنا حيانا هتخش دائرة الإنتاج بإنتاجية تفوق الحظيرة الأولى إن شاء الله. كما أن مؤسسة شيري للدواجن تقوم بتصنيع الأطباق التي يوضع فيها البيض، حيث يعمل المصنع بشكل دوري ويقوم بتصنيع الأطباق بحسب المواصفات والجودة العالمية.